بمعالمها التاريخية وهندستها المعمارية الفريدة من نوعها وشموخها فوق حوض البحر الأبيض المتوسط، تستقبل القصبة العتيقة زوارها. عمي محمد أكد روعة التجوال بين هذه الأزقة الضيقة التي يزورها لأول مرة رغم أنه ابن العاصمة. جينا باش نتعرفوا على القصبة، هذه المرة الأولانية نجي للمكان هذا، شوية نجروا صح، هذه أول مرة نجي للمكان هذا القصبة، حبينا نتعرفوا على القصبة ونتعرفوا على التاريخ تاع بلادنا. عبر أربعة أبواب تستقبل القصبة ضيوفها القادمين من كل حدب وصوب في مختلف العطل والمناسبات. فبعدما كانت القلب النابض للثورة، ها هي الآن تنبض بجيل الاستقلال نفحات من عبق التاريخ. طلع حمد الغراب هذا معروف، طلع عليه الولاية طروة جابوا باش يخدم ليفون. العطلة أني أجيب ولادي المناطق الأثرية اللي في الجزائر، مثل اليوم اخترت القصبة. وجيت لا قصبة باش نديكوفريها باسكو شفت الفيلم تاع لاباطايدار، جي وقعدت لي في قلبي. عطلاتي لهنا في شوارع القصبة ندورو لهنا نتعرفوا شوية على تاريخ بلادنا. جبنا ولادنا يشوفوا تاريخ بلادهم، تاريخ هذا اللي الناس كامل الأمم كامل تفتخر به، على الأقل احنا الولا اللي نفتخروا به ونعرفوه لولادنا. ياسين هو الآخر، جزائري مقيم بنيس الفرنسية، فضل قضاء عطلته الشتوية رفقة عائلته بين أحضان بلده. Arrivé moi et mon épouse, on vient de France, de Nice exactement. Pendant une petite semaine en Algérie, on a profité de ce jour férié pour visiter ce lieu historique qui est la Casbah. ازدحام الأزقة بالزوار خلال عطلة رأس السنة فرصة لكمال ليضاعف من حجم مبيعاته عبر تقديم أشهى المأكولات البحرية على واجهات زرقة المتوسط. جو باك دار فيري على بالي بلي الناس تخرج تحوس ليتو، او مو لوكازيون يجيو يقعدوا ياكلوا يشربوا يزيدوا يحوسوا شويه، ونتمنى لهم كل سعاده ان شاء الله. معلم تاريخي شاهد على رجال كتبوا تاريخ الجزائر المجيد بدمائهم على جدرانها، لتكون كتابا مفتوحا يقرأه كل من تجول بأزقتها العريقه.